طيب سعادة السفير مساء الخير. النور. دلوقتي ستيفن مانشن وزير الخزانة الأمريكي قال في بيان من إن مش هيتملي السد قبل الاتفاق ما بين مصر وأثيوبيا والسودان برعاية أمريكية. في نفس الوقت النهاردة كان في بيان من الخارجية الأثيوبية في مؤتمر صحفي مع وزير الري الأثيوبي قال إن إحنا مش فاهمين، اللسان الأثيوبي قال إحنا مش فاهمين دور الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، وإحنا لنا كامل الحق في تنفيذ أي من المشروعات داخل الأراضي الأثيوبية. وقالوا إن هم هيبتدوا في يوليو بالفعل بدء ملي السد أو البحيرة اللي خلف السد، وده حق مشروع ليهم، وإن هم رافضين الدور الأمريكي بهذا الشكل. هل هذا التصريح الأخير هيلغي ما اللي قاله ستيفن مانشن في البيان الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني اولا موضوع ملء السد قبل الوصول الى اتفاق، اعتقد انه يعني لو حضرتك اطلعت على بيان المشترك ما بين وزاره الخارجيه ووزاره الري وضحت النقطه دي بشكل كبير وفندتها من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الفنيه، انه طبقا للاعلان المبادئ الموقع ما بين الدول الثلاثه في مارس 2015 يعني تقريبا من منذ 5 سنوات نص صراحه انه لا يتم الشروع في الملء والتشغيل قبل الاتفاق والوصول الى اتفاق نهائي، ومصر بتحتفظ بحقها في هذه النقطه تحديدا. طبعا دي نقطه هامه جدا، والبيان اللي طلع من الخارجيه ومن وزاره الري وضح النقطه دي وفندها بشكل كبير جدا. اما حضرتك هتسالني على البيانات اللي طلعت من الجانب الاثيوبي، انا مش هقدر افسرها ولا اشرحها لان ده شانهم. ولكن اليوم كان في اتصال على مستوى قمة ما بين سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب، كلام فيه كان واضح تماما، كان فيه تقدير كبير جدا للجانب المصري. لما ذكرت لحضرتك ان اعلان المبادئ كان في مارس 2015، اليوم 5 سنوات مضت على هذا، تم بحث كافة الجوانب، وكافة الجوانب قتلت بحثا من الناحية الفنية ومن الناحية الهندسية ومن ناحية الخبراء والقانونيين. بعد 5 سنوات تم بلورة هذا الاتفاق برعاية أمريكية، مصر وقعت عليه مبدئيا بالأحرف الأولى ابداء لحسن النوايا وانعكاسا للإرادة السياسية القوية جدا اللي موجودة في مصر للتعاون والبناء وحق التنمية للآخر، وأيضا للاحتفاظ بحقوق مصر في مياه النيل. فثاني بأكد لك أنه الملء والتشغيل منصوص على هذه النقطة بوضوح تام في إعلان المبادئ، أن لا يتم الشروع في هذه العملية قبل الوصول إلى اتفاق يحدد الأمور بمنتهى الدقة فيما يخص تدفق المياه القادمة إلى مصر، إلى دولة المصر، وأيضا في قواعد التشغيل ما بعد ذلك وسنوات الملء وما إلى ذلك، كل ما يتعلق بجريان المياه. فالنقطة دي كانت واضحة جدا. عظيم. بنشكرك شكرا جزيلا طبعا معالي السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. طبعا زي ما كان بيكلم معالي السفير اتصال مهم لدلالته في توقيت حرج للغاية، في ضوء وفي توقيت يعني بتتصاعد البيانات والردود المختلفة ومحاولة فرض الأمر الواقع. لكن زي ما كنا بقول لحضراتكم، هي مش قصة احنا نملك الرفاهية فيها ان احنا نقول هنوافق او هنرفض، لا، دي موضوع وقضية مهمة جدا، حق الشعب المصري في الحياة، حقه في المية. فبالتالي يعني نطمن جميعا، لأنه أكيد مفيش حد أبدا يقدر أو يملك إن هو يتنازل عن حق الشعب المصري في الحياة. إيه طبيعة المسارات اللي جاية؟ هل مكملين في المسار السياسي والدبلوماسي؟ مصر بتبدي حسن النية بدون يعني التفريط في حقها. الحقوق موجودة ومحفوظة، لكن طبعا المسارات اللي بتاخدها الدولة المصرية ده طبعا شأن آخر. احنا متابعين دلوقتي كده المسار أو الإدارة الأمريكية ووجودها في هذا المشهد، إيه اللي يعني هيتم أو هينتج عن يعني جولة أخرى من المفاوضات، ضغط على الجانب الأثيوبي، إيه اللي ممكن يتم؟ مصر بتحتفظ طبعا بكامل اختياراتها وكامل بدائلها للحفاظ على حق الشعب المصري وعلى حق الدولة المصرية.